ماشي. محمد في حضرتك بيحصل مشاكل جوه بالنسبه للصحفيين وكده في التطشيهات بينها وبين اي بين المتصمين هنا، بالاضافه ان في حاجات بتضيفها بعض الصحافه وبعض الاخبار ويكون هي اساسا مش موجوده في الموقع. بنتعامل مع المواطنين اللي بيجي، الاخ اللي بيجي علينا او اي حد او واحد او واحده، ناخد بنشوف بطاقته. بصراحه الناس يعني معانا متضامنين قوي، وبيشوف بطاقته بقى اذا كان بطاقته، وتفتيش يعني كده، تفتيش مش ذاتي يعني، تفتيش روتيني برضه عشان خاطر الناس، واللي بنشك فيه ان هو حاجه كده او امن دوله امن مركزي، بالبطاقه برضه بتتعرف يعني او مسجل خطر، فما بيدخلش المدافع. لا امبارح ما حصلش اشتباكات خالص، انا الاخبار اللي جت لنا ما حصلش اشتباكات خالص بفضل الله. والاصابات اللي حصلت وحالات الجرائم القتل اللي حصلت الصبح مش بالليل، يعني على مدى النهار ما حصلش حاجه بفضل الله، كنا موجودين هنا ما حصلش حاجه، لكن الصبح حصل الاشتباكات من الفجر لحد الساعه 11 كده 12 كان اشتباكات مقطعه. الفجر كان في اخ اتقتل في المترو، اتدفع في المترو دكتور الميدان. انتخابات ولا دستور، انتخابات ولا دستور، لازم المجلس كله يغور.